شوفوا، عاوز اقول لحضراتكم حاجه، لان احنا متعودناش مع بعض الا على الصراحه واللي يرضى ربنا. الدوله قامت بدورها وبتحاول تحل الازمه، لكن مش معنى ذلك ان احنا نقبل بهذا الوضع، ومش معنى ذلك ان الحل في ان احنا نسكنهم في مكان محترم، لان اللي سايب بيته وسايب شغله وسايب ارضه وسايب محله وسايب مصنعه، لو قعدته في قصر في فيلا في اعظم فندق بعيد عن مكانه وعن بيته وعن وعن، برضو انت مش مريحه. الحل ان احنا مش نسكنهم في مكان محترم، الحل ان احنا نرجعهم اماكنهم تاني، واللي يمد ايده عليهم نقطعها له، ده الحل. الحل في القانون، القانون والامن. وانا مش معنى ذلك بقول الحكومه مقصره، لا، الحكومه عامله اللي عليها وكل الناس عامله اللي عليها، لكن انا بقول في مثل هذه المواقف هيبه الدوله وكرامة الدولة وكرامة المواطن مش في إني أخده وأقعده في مكان كويس، لا، هيبة الدولة وكرامة الدولة وكرامة المواطن إن رجعه مكانه تاني غصب عن اللي عاوزه يمشي، وأقعده في بيته وأمنه، واللي يمد إيده عليه ولا على بيته ولا على أولاده ولا على مراته أقطعها له بالقانون، أقطعها له بالقانون. الحل أن تتصدى الدولة لهذه الأفكار الهدامة اللي بتحاول تبرر هذه الأعمال الإجرامية باسم الدين، والدين منها براء. لا الإسلام يعرف كده، ولا المسيحية تعرف كده، ولا ربنا عز وجل قال للناس يعملوا كده في أي دين آخر. لا، مفيش حاجة اسمها كده. المسيحيون شئنا أم أبينا هم قبلنا في هذا البلد. والمعظم المسلمين اللي في مصر لو رجعت لأصلهم جد 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 جده هتلاقيه يا اما كان جاي من بره مصر، يا اما كان جد جد جده مسيحي مثلا. احنا اصحاب بلد واحده، انما المسيحيين اقدم منا في هذا الوطن، ده تاريخ شئنا ام ابينا. ومش معنى ذلك ان هم اصحابها بس لوحديهم برضه، لا، احنا اصحابها مع بعض، وبالتالي هم معصومين الدم ومستامنين، وربنا امننا على بعض في هذا المكان. واللي يحاول يبرر قتلهم او اي عمل اجرامي اخر فيهم باسم الدين لازم نتصدى له برضه بالدين، ونقول له هذا لا علاقه له بالاسلام، ونتصدى له بالامن، ونوقفه عند حده بالقانون، ونطهر سينا من كل ارهابي ومن كل فاسد ومن كل شخص حقير جاي يفرض ارادته او سيطرته علينا، ومش هيقدروا يعملوا كده ان شاء الله. فانا متضامن جدا جدا مع اي اسره مصريه نزحت من مكانها للإسماعيلية أو لبورسعيد، وبقول للدولة كتر خيرك على اللي عملتيه، بس احنا في انتظار نسمع خبر ان كل واحد رجع بيته تاني، وان الإرهابيين اتقطعت ايديهم واتقطعت رقابهم بالقانون ان شاء الله تعالى.